عرفت أسرار الحل في اللغة الإنجليزية؟ لجميع الطلاب لازم تعرف أسرار الحل في اللغة الإنجليزية، لازم تعرف الزمن، تترجم كويس، تشوف اللي قبلها واللي بعدها، أشوف المعنى، أشوف المفرد والجمع، أفتح عينيا كويس. يعني إيه أفتح عينيا كويس؟ يعني أخد بالي من كل كلمة في الجملة، أخد بالي من كما، من نقطة، من علامة استفهام. كلمة ممكن تكون بعيدة في آخر الجملة بتوصلني لحاجة معينة. دي حاجات مهمة جدا لازم يعرفها جميع الطلاب، مش طلاب الثانوية العامة بس. Welcome to learn English with Mr. محمد سعد. تعلم الإنجليزية مع مستر محمد سعد. مواصلين معاكم طلبة الثانوية العامة في اتجاهين، بنشرح جرامر، بنلخص الجرامر الوحدات كلها، وبنحل مع بعض. لا احنا مش بنحل مع بعض، احنا بنعرف ازاي نحل، علشان لما يجيلك اي سؤال بتعرف تحله بالطريقة بتاعتنا، الطريقة السهلة. خلاص let's get started. choose the correct answer. Number one, Charles Dickens wrote great novels. Space, Oliver Twist. As, such, like, as if. I'll give you time to think of the answer. Great. Yes. نفذت الكلام اللي بيقول عليه، ترجمت الجملة كويس، عرفت ان الكلمة المناسبة هي ها yeah like مثل yes. عشان كده بقول لك لازم اترجم الجملة كويس، احس بالمعنى وبحس بالجملة كويس. خلاص great. let's move to number two. Space, comma. ايه مستر كوما؟ تاخد بالك اخويا، تاخد بالك من كل حاجة. comma اهي، خلاص هتعرفك حاجات كتير. space, comma, the man was taken back to prison. on arresting, after arresting, when arrested, having arrested. Yeah, try to think of the answer. Yeah, great. برافو عليكو. شفت الكوما كويس؟ يبقى مش هتنفع on arresting ولا after arresting. ايه بس after arresting بعد ما قبض عليه مش عارف ايه؟ لا after arresting مش هتنفع، لازم اكمل الجملة على طول. having arrested مش هتنفع، ده كله مع السلامة. بستخدم خاصية الاستبعادات، طريقة للحل. خلاص الهدوء، ما بستعجلش. I am not in a hurry. okay so يبقى when arrested لما قبض عليه، when arrested في وقفة، when arrested the man was taken back to prison. okay كويس خالص. يبقى كده احنا بنعرف ازاي نحل عشان تقيس على اي جملة وبتحل بالطريقة دي. number three. the company needs an space to work as an accountant. accountant محاسب. yeah. employ employer employment employee. yes. read the sentence. translate ترجم. فكر، شوف الكلمة المناسبة، حل، ما تحلش على طول. yes great. employ مش نافعة، as a verb and as a noun مش نافعة. employer مش نافعة طبعا، المعنى مش عايزها. employment توظيف لا، يبقى employee اللي هو الموظف. محتاجين الموظف يشتغل كمحاسب، محتاجين ينفع employer صاحب العمل. شفت الفرق؟ عارفه اهو. اوكي okay. فده
تاخد بالك كويس. يبقى employee اللي هو موظف، employer صاحب العمل. اوكي بترجم كويس، اكون عندي حصيله لغويه من الكلمات، احفظ الكلمات كويس. واحنا قلنا الطريقه المناسبه او افضل طريقه لحفظ الكلمات اني اقرا كتير، اقرا امسك الباسج القطعه او الدرس اللي عندي فيه كتاب المدرسه اقراه، وانا اقرا بطلع الكلمه الصعبه وادور عليها في القاموس، I look it up in the dictionary، وبعد كده اعرف معناها كويس، ممكن اعرف بدائل لمعناها كده، الكلمه عمري ما هنساها، خلاص هتثبت في دماغي كويس. لما تيجي تبدا قراءه اي درس ما تقراش الكلمات الاول، اقرا الدرس الاول وطلع الكلمات الصعبه، وفي الاخر اعمل تشيك بقى على الكلمات اللي هي موجوده عندك اوريدي ترانسليشن بتاعتها. اوكي بطريقه كويسه قوي. Great. Let's move to number four. Farmers are expecting بيتوقعوا to have a good space this year. Use harvest bread grains. Yeah. I give you time to think of the answer. Yeah, it's easy. Very good. Bravo alaikum. بترجم الجملة كويس هعرف ان النيوز مش نافعة. مع السلامة. Harvest محصول، اقول لها استني شوية. Bread مش نافعة طبعا، معنى مش عايزها. Grains مش نافعة خالص. يبقى على طول Harvest المعنى عايزها. بترجم الجملة كويس. اوكي لازم تحفظ الكلمات الرئيسية في الدروس كلها اللي عندك، الكلمات الرئيسية، وبعد كده خش على الكلمات الفرعية ما نسيبهاش، زائد ازود الحصيله اللغويه بتاعتي بالقراءه الكتير، اقرا كتير، اقرا كتير. لو قريت كتير كتير هتقدر تكتب باراجراف كويس. ما تقوليش احفظ جمل معينه عشان المقدمه والبادي والنهايه، ماشي احفظ، بس لو انت عاوز تكتب صح اي باراجراف يجي لك تكتبه صح، اقرا كتير، اقرا كتير 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 كل يوم، خلاص ده طريقة ممتازة عشان in order to write well، عشان تقدر تكتب كويس. Number five, unless I had protective glasses, I space the eclipse wouldn't have watched, couldn't watch, wouldn't watch, would have watched. Yes, I'll give you time to think of the answer. Very good. كويس خالص. عندي قاعدة unless اللي هي بتساوي if not. Unless بتساوي if not. إذا لم. وقلنا قاعدة if ليها ثلاث حالات وقبلهم حالة صفرية. مضارع بسيط، مضارع بسيط، دي الحالة الصفرية. Present simple, present simple. الحالة الأولى present simple، الناحية التانية future simple، الحالة التانية past simple، الناحية التانية would plus infinitive أو could plus infinitive. الحالة التالتة past perfect if بيجي وراها past perfect had تصريف تالت، الناحية التانية would have تصريف تالت أو could have تصريف تالت. خلاص لازم اعرف حالات اف كويس وذاكرها كويس. مع اف الاولاني بيعرف لي التاني والتاني بيعرف لي الاولاني، يعني الشاطر الاولاني بيعرف لي التاني والتاني بيعرف لي الاولاني، بفتح هنا كويس، ده بيعرف لي ده، خلاص كويس خالص. I know that you've known the answer now. خلاص عندي unless اللي هي if not اذا لم، هنا اختصار لهاد، هاد تصريف تالت للفعل، خلاص تعرف هاد تصريف تالت للفعل، الناحية التانية would have تصريف تالت للفعل، يبقى انت مش نافعة، لازم would have او could have، انت تنفعي، انت مش نافعة. واحدة واحدة ما حلتش حاجة اهو، بالراحة خالص. اشوف المعنى بقى اللي احنا بنتكلم عليه. ها اذا لم يكن معي يس نظارة لوقاية العين، يبقى يس ما كنتش هشاهد الايه الخسوف، يبقى I wouldn't have
watched. I wouldn't have watched. طبقت القاعدة كويس وفتحت عينيا وعرفت ان الاولاني ما يعرف التاني زائد عرفت المعنى. خلاص بطبق الكلام اللي احنا بنقول عليه اسرار الحل في اللغة الانجليزية. Yes, let's move to number six. I am space European, but my wife is a Sudanese. And the no article, ما فيش أداة خالص. Yeah, think of the answer. Yeah, fabulous. برافو عليكو. خلاص؟ ايه مستر؟ بدأ بحرف متحرك، اضرب ان. ان بيجي وراها كلمة بدأ بحرف متحرك. عندك حق. ان بيجي وراها كلمة بدأ بحرف متحرك، بس هنا European مش منطوقة حرف اليوم مش منطوقة خلاص؟ ما تبصش، لا لازم تقرا كويس الكلمة. يبقى هنا مش هتنفع ان. خلاص؟ يبقى هنا I am a European but my wife is a Sudanese. هي دي الإجابة المناسبة. A European. خلاص؟ زي طبعا لما الكلمة تتذكر تاني. ذاكر ذا كويس واستخداماتها. Number 7. The ship will never sail again. It is space disabled. مش هتبحر تاني خلاص. Currently, slowly, personally, permanently. Yeah, think of the answer. I'll give you time to think of the answer. ترجم الجملة كويس. Very good. بناء على المعنى عرفت اني currently مش هتنفع في الوقت الحالي، لا ده هي خلاص مش هتشتغل تاني خالص، خلاص مش هتبحر تاني خالص. يبقى slowly مش نافعة. Personally طبعا مش نافعة خالص. يبقى permanently باستمرار. اوكي permanently باستمرار المعنى عايز ده. زي مثلا this marker is whiteboard. خلاص whiteboard قلم سبورة بيتمسح. في ماركر بتاع اللوحات بقول عليه permanent، مكتوب عليه permanent. اوكي ما بيتمسحش دائم. كويس خالص. Let's move to number 8. The question is space to understand. So difficult, such difficult, too difficult, difficult enough. Yeah. Very good. بفتح عينيا كويس. The question is space two. عندي two هنا خلاص. يبقى ايه صعب جدا ان اللي بياخد two يبقى على طول too difficult too. Too difficult too. اوكي بفتح عينيا كويس. Let's move to the last one here. Since I space in Cairo, I haven't seen my friend Ali. Where was, have been, has been. Yes, think of the answer. ايه مستر؟ سينس يبقى مضارع تام على طول. برافو عليك صحيح. سينس بيجي قبلها مضارع تام وبيجي وراها ها past simple فاعل، فاعل في الماضي، ماضي بسيط ومفعول. اوكي بيجي وراها جملة كاملة من ضمن ايه الحاجات اللي بتيجي ورا سينس. يبقى سينس بيجي وراها ماضي بسيط. سينس بيجي وراها ماضي بسيط. since بيجي وراها ماضي بسيط. بغنيها لك اهو. اوكي يبقى since I ماضي بسيط تنفع، was تنفع، have been مع السلامه مش نافعه، وhas been مش نافعه خالص طبعا من ناحيه الفاعل ومن ناحيه الزمن. يبقى اختار where ولا was. ابص على الفاعل ما حلتش حاجه اهو. I تاخد was على طول. since I was in Cairo I haven't seen my friend Ali. منذ أن كنت في القاهرة ما شفتش صديقي علي. تحت الفيديو ده هتلاقي صورتي جنبها كلمة
سبسكرايب او اشتراك بالاحمر، اضغط عليها بعد ما تشاهد الفيديو. ليه هتضغط عليها؟ عشان هيظهر لك جرس، الجرس ده هتضغط عليه هتلاقي كلمة الكول او اول، اضغط عليها هكذا انت فعلت كل اشعاراتنا، اي فيديو جديد بنعمله هيجي لك على طول. اوكي، يبقى لازم تعمل سبسكرايب، اعمل شير، اعمل لايك لو عجبك الفيديو، و activate the bell، فعل الجرس in order to have access to all our notifications. See you, bye.